هنا هنتكلم على branches of femoral artery، لخصهم كلهم على بعضهم. فلما بنيجي نقول femoral artery، البرانشز بتاعته في superficial branches و deep branches. superficial branches ثلاثة اهم: superficial epigastric، superficial external pudendal، وبعدين superficial circumflex iliac. طلعوا من الفيمورال ارتري، اخترقوا الكريبريفورم فاشيا وراح له سوبرفيشال فاشيا، سوبرفيشال ابيجاستريك راح للانتيرو ابدومينال وول، سوبرفيشال سيركمفلكس الياك راح للانتيرو سوبيريو الياك سباين، سوبرفيشال اكسترنال بودندر راح للجينيتالي. الديب برانشز كان في ديب اكسترنال بودندر. المنظر ده هنا باين الفيمورال ارتري هو اتقطع، فكان هنا ديب اكسترنال بودندر نمره واحد. وبعدين في طالع من البوسترولاترال اسبكت، المفروض هنا في البروفاندا، وبعدين من تحت من هنا المفروض بيطلع ارتري اسمه ديسندنج جينيكولار، يعني الفيمورال مقطوع من هنا لحد هنا، لكن هنا جوه الساب سارتوريال كانال بيبقى في ديسندنج جينيكولار ارتري. فالديب برانش ديب اكسترنال بودندل والبروفاندا وبعدين ديسندنج جينيكولار. بالنسبه للبروفاندا باين البرانشز بتاعته هنا، ففي لاترال سيركمفلكس وميديال سيركمفلكس والبرفوريتنج برانشز. اللاترال سيركمفلكس بيدي اسندنج وديسندنج وترانزفيرس، الميديال سيركمفلكس بيدي اسندنج واسيتابولار وترانزفيرس. نيجي بقى البرفوريتنج، في فيرست برفوريتنج، سكند برفوريتنج، ثيرد برفوريتنج، وفورث برفوريتنج. الفيرست برفوريتنج كانت بتخترق الادكتور ماجنس وتخش للباك تعمل كروشيت انستموزيس. سكند وثيرد برفوريتنج بيخترقوا الادكتور ماجنس ويدوا بلاد سبلاي للفيمر. الثيرد برفوريتنج كان بتخترق الادكتور ماجنس وينزل تحت على الباك يوصل للني جوين. يبقى ده بالنسبه